Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Islamic channel Easy Way to Memorize Quran, episode 49, Surah Baqarah, verse number 140 and 141. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى أَمْ تَقُولُونَ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وَمَا اللَّهُ
وما الله بغافل عما بغافل عما بغافل عما تعملون 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 وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة تلك أمة تلك أمة قد خلت قد خلت قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لها ما كسبت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ولا تسألون ولا تسألون عما كانوا عما كانوا عما كانوا يعملون 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 ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم
ولا تسألون عما كانوا يعملون.